واخيرا بطولة جديدة على سكنات من بعد بطولات مارفل كلها، رح تكون على 10 سكنات بشكل كامل، رح تحصلون رقصة مجانية وقميص مقدم من فريق سانتوس. كل هذا رح يكون معنا بهي البطولة تبع يوم 20/1، وان شاء الله رح تكون الجوائز ممتعة جدا، والموضوع رح يكون بسيط جدا بالنسبة للاعبين، فان شاء الله رح اشرح لكم اياها بشكل كامل. فلا تنسوا قدام بالايتم شوب وتشيروا هذا المقطع مع كل اصدقائكم لحتى يستفادوا، ويلا مع بعض فعلا والله بسكان الطاولة الارضية وفيديو جديد. بطولة كرة القدم أعلنوا عليها يوم 19/1 ورح تكون يوم 20/1 إن شاء الله. البطولة قبل بيوم بالضبط أعلنوا عليها وأعلنوا عن التعاون الجديد بين فورتنايت وبين اللاعب المشهور بيلي، ورح تكون إن شاء الله على سكنات وقميص مقدم من نادي سانتوس، رح تكون على رقصة مجانية. كل هذا رح نشرح كيف رح تحصلوا خلال هذا المقطع، ولكن قبل هيك بتمنى إنك تدعمني باللايك والتعليق ليوصل المقطع لكل مكان، وطبعا تشير، وطبعا هذا بيكون شكرا إلك جدا وشكرا على الدعم. خلينا نوصل 20,000 ويلا مع بعض. بالنسبة لهي البطولة يا شباب أعلنت عنها شركة إيبك جيمز يوم 19/1 ولح تكون يوم 20/1. مبدئيا البطولة لح تكون يوم 20/1. بالنسبة لمكتوب على موقع ايبك جيمز، مكتوب انه لح يكون مجموعة كثيرة بالنسبة لركلة البداية، والرقصة لح تكون يوم 23. يوم 23 لح ينزل معنا بالايتم شوب، يعني اللي ما لح يقدر يلعب البطولة لح يقدر يحصل السكنات بالايتم شوب يوم 23/1، يعني كود دعم بالايتم شوب لمتسعة انت وعم تشتري كل هدول السكنات. والسكنات لح يكونوا عن فرق حقيقية، يعني ما حتكون عن فرق مثلا مو موجودة مثل ايام زمان. حاليا لح يكون معنا كثير فرق مثل مظاهر امامك، لح يكون معنا مانشستر سيتي مثلا، جيفنتوس، واسي ميلان، وانتر ميلان، ومدري مين، كتير ناس، وانا ما الي بكرة القدم مشان يكون عندكم فكرة، فانا ما بعرف اذا نطقت الاسماء صح ولا لا، اكتب لي تحت بالتعليقات وصحح لي. جميع الاندية اللي مشاركة معنا بهي البطولة واللي انت رح تقدر تحصل منها سكنات بنفس اللوجو تبع الاندية بالضبط. بالنسبة لهي البطولة كيف رح تقدر تشارك فيها وشو النظام تبعها وكل شيء رح احكي لك عليها بالنسبة للنقاط والبوينت وبالنسبة كيف تحصل الاشياء. بالنسبة للاشياء ان شاء الله رح تلعب انت البطولة مثل ما حكينا يوم 20/1، رح تكون الساعة 7 بتوقيت مصر للساعة 10 على السيرفر الاوروبي. بالنسبة للساعة 7 بتوقيت مصر رح تكون يمكن الساعة 8 بتوقيت السعودية، وبالنسبة لسيرفر الميدل ايست او الشرق الاوسط رح تكون الساعة 4 عصرا او مساء للساعة 7 مساء. هي بالنسبة لتوقيت مصر. توقيت السعودية رح تكون الساعة 5 للساعة 8. بالنسبة هدول هي اوقات البطولة لسيرفر اوروبا وسيرفر الميدل ايست ظاهرة امامكم. طيب شو رح يكون المود وكيف رح تقدر تشارك بهي البطولة؟ المود رح يكون ان شاء الله مود السولو، يعني رح تلعب فردي، ما حتكون معك الناس اللي انت بتلعب فيها. رح تكون عبارة عن نقاط وعن بوينتات، رح احكي لك عنها كيف رح تحصل السكنات والقصص هي. قبل ما احكي لك عن البوينتات والاشياء اللي انت رح تحصلها من هاي اللعبة، رح اقول لك اول شيء على المراكز. بالنسبة للمراكز رح تاخذ الانتصار الملكي 20 نقطة، والمركز الثاني والثالث من 15 ل 13 بوينت، والرابع والخامس والسادس والعاشر رح تاخذ من 10 ل 8 بوينت، والباقي ظاهر امامك لو حابب وقف في المقطع وشوفه. هدول بالنسبة للبوينت، وعلى كل قتلة رح تاخذ 1 بوينت او 1 نقطة. بالنسبة للجوائز هلا خلينا نحكي على الجوائز بالنسبة لسيرفر اوروبا. بالنسبة لسيرفر اوروبا لازم تجيب من توب 1 لتوب 3 لحتى تقدر تاخذ القميص الاصلي من نادي سانتوس يلي بيحمل جميع توقيعات اللاعبين تبع نادي سانتوس بشكل كامل، يعني مجرد ما تجيب المركز الاول او الثاني او الثالث بيطلب لك ايبك جيمز عنوانك وبيبعثوا لك اياه بكل بساطة بالشحن وبصير عندك القميص. بس طبعا المركز الاول والثاني والثالث رح يكون صعب شوي، خلينا نركز على الهدايا الثانية. بالنسبة للهدايا الثانية رح يكون ان شاء الله معنا من مركز 1 لمركز 3500 رح تاخذ من وراهم جميع السكنات اللي ظاهره امامك. هذا من المركز الاول لمركز 3500 بالنسبه لسيرفر اوروبا، رح تحصل جميع السكنات مثل مظاهر امامك، ورح تاخذ طبعا الرقصه الخاصه ببيلي يلي ظاهر امامكم، رح يكون في رقصه جديده رح تحصلها مجرد ما تجيب المركز الاول للمركز 3500. هدول هن الجوائز بالنسبة للمركز الأول لمركز 3500. وبالنسبة لسيرفر الميدل إيست أو الشرق الأوسط رح تقدر تحصل من المركز الأول للمركز الثالث القميص الأصلي لنادي سانتوس، نفس الموضوع موقع من جميع اللاعبين، ومن المركز الأول لمركز 250 رح تقدر تحصل الرقصة بشكل مجاني وتقدر تحصل جميع السكنات اللي ظاهرين أمامك. يعني الصراحة سيرفر الميدل إيست واحد من أكثر السيرفرات المظلومة عالميا، لأنه من المركز الأول لمركز 250 فقط، يعني الناس قليلة كثير ورح يكون في تعريق ألف، بدي اياك تشد الحيل. بالنسبة للنقاط، يعني مو انا مثلا قديش لازم اجيب لحتى اقدر اخذ السكن او اخذ الرقصة او اخذ اي شيء بالنسبة لهي البطولة. يا شباب بيقول لك المثل انه انت ما بتعرف النتائج غير لتقدم الامتحان، يعني انت لازم تلعب وتجيب نقاط عالية لحتى تقدر تحصل الاشياء، يعني ما حقدر اقول لك كم بويت او قديش نتيجتك لازم تكون لحتى تقدر تحصل الهدايا او تحصل النجاح بالمدرسة مثل ما بيقولوا، فكل عليك انك انت بتلعب، مجرد ما تخلص البطولة بنعرف كم بويت بيكون بتعليق مثبت، ارجع لي على التعليق المثبت او اذا بدك فوت على الديسكورد اللي ظاهر امامك، كل عليك انك انت بتفوت لهنيك ببعث
انا على الشات فور اول قديش بيكون البوينتات، ولو انت حابب تفوت على الديسكورد بشكل عام مشان تلعب مع ناس ويكون عندك ناس تلعب معهم بشكل عام، مو شرط بهالبطوله لانه لسه في بطولات قادمه كتير. واهم الاشياء اللي انت لازم تعملها، لازم يكون عندك التو اف اي ولازم تكون ليفل 30 بالنسبه للاكونت تبعك، مو للسيزون، للاكونت تبعك. يعني كل عليك انك انت لازم تكون جايب ليفل عالي مثلا بالاكونت اللي هو 30، ولازم تكون عامل التو اف اي. بالنسبه لليفل 30 مو كتير عالي، بس اي ناس بتلعب من زمان تقدر تعرف من وين ليفل تبعها بمكان الكارير، هون موجود الليفل تبعك. هاي بالنسبه للبطوله، وحكينا كل شيء عن هاي البطوله. بالنسبه للبطوله مثل ما حكينا سولو، والنقاط رح تكون مثل ما ذكرتها، وكل شيء حكيناه بالنسبه لهي البطوله. فبدك تكتب لي بالتعليقات هل انت عاجبتك هاي البطوله، وهل هدايا بتستاهل فعلا هيك بطوله وهيك تعاون ضخم من شركه فورتنايت مع نادي سانتوس ومع جميع نوادي العالم بالنسبه للاعبين وبالنسبه لللوجو المستخدم طبعا بلعبه فورتنايت. وما بدي انسى ورد لكم انه الايتم شوب رح يكون ان شاء الله يوم 23 رح يكون معنا موجود السكنات، رح يكون موجود معنا ان شاء الله الرقصة، ورح يكون موجود معنا كل شيء بالنسبه لهي البطوله يوم 23 ان شاء الله. اذا انت ما قدرت تحالفك الحظ وربحت وهدول الاشياء، كليك انك انت تحط كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 وتشتري الاشياء من الايتم شوب، لان السكنات رح تكون حلوه ومعرقه كتير. فكود دعم بالايتم شوب نيمو 9 قلت لكم يا شيء 1000 مره. شكرا لكم، خلينا نوصل 20000 قبل نهايه ما بعرف اي شيء، ولكن خلينا نوصل 20000 وبرعايه الله.